اهلا بيكم معانا وحلقه جديده او فقرات جديده في يوم جديد من برنامجكم التاسعه. مهم جدا قوي خالص انه ولادك وولادي ولادنا على اختلاف بعض الفوارق العمريه. انا من الناس اللي مؤمنه جدا بانه في حاجه اسمها صناعه الوجدان، النشاه، التهيئه. كبروا ولادكم على حس وطني حقيقي، وده مهم جدا. والمسألة ما هياش درس التربية الوطنية بتاع المدرسة، والمسألة ما هياش لأنه إحنا بنحتفل بعيد الشرطة المصرية رقم 70. المسألة أكبر من ذلك. لما أنت بتكبر ولادك على التضحية والفداء لأجل الوطن، وبتنمي جواهم الفكرة بتاعت أن حب الوطن ده هو الحب الشامل الجامع لكل اللي حواليك، أو على رأي القصيدة والغنوة إياها، هي يعني إيه كلمة وطن؟ هو الوطن ده هو كل الناس اللي حواليك دي، البشر. الوطن ده هو كل ذكرياتك ونشأتك وتكوينك الوجداني. الوطن ده هو ثقافتك. الوطن ده هو جانب كبير من عاداتك وتقاليدك. الوطن ده هو ذكرياتك. الحيطان دي جزء من الوطن، مش الحيطة المبنى. ممكن تبقى الحيطة اللي سيادتك عديت عليها في سكتك للمدرسة وانت صغير، لما بتعدي عليك السنين وتبقى قد حالاتي على سبيل المثال، أو أكبر أو أصغر شوية، لما بتعدي في نفس الشارع، هو أنا بعدي على شارع مدرستي كتير جدا، أبص على الشارع، مش أقولك على مبنى المدرسة، الشارع والناصية بتاعته ودخلته وحاجات زي كده، بقعد أتذكر حاجات كتير حصلت لي من وقت ما دخلت مدرستي دي وأنا كان عندي 6 سنين مثلا ولا حاجة، ولا أصغر، من أيام الحضانة يعني، فضلت في نفس المدرسة هي. الذكريات بتقعد تيجي على ذهنك وحاجات زي كده، كل ده هو محبة هذا الوطن. طيب، جزء من هذه الذكريات هو تاريخك اللي ما هوش جزء من ذكرياتك على قد ما هو جزء من بنائك الوجداني. يعني ايه يا عم يوسف؟ ما احنا مش عاوزين نعقد الكلام. يعني لما تربي ولادك على انه انت ابن وطن عريق، لما تربي ولادك على تاريخهم العظيم بدءا من مصر القديمة اللي احنا بنعرفها باسم مصر الفرعونية، ولا انا في ذلك الكلام يعني، بس مصر القديمة وحضارتها والحضارات المتعاقبة اللي طلعت وبزغت وكبرت جوه مصر، مرورا بتاريخنا الحديث وجهاد ونضال هذا الشعب. يعني لما تيجي تشوف نضال احمد عرابي والجيش المصري، وتيجي تشوف نضال الشرطة المصرية سنة 52 يوم 25 يناير 1952، من 70 سنة علشان البلد دي تعرف ترفع راسها. هنا انت لما بتعلم الولاد ده مش مجرد درس تربية وطنية، دي تربية وطنية حقيقية، ده تربية لحس وطني، تخلي ولادك عندهم دايما ما يفخروا بيه، اللي يخليهم دايما رافعين راسهم في السماء، اللي يخليهم باصين على عالم مصر وهم فخورين، اللي يخليهم يقفوا الصبح في المدرسة يتسابقوا مين اللي هيطلع قدام علشان يحيي العلم، واللي مش هيحيي العلم عاوز يبقى لو حظه يعني مجاش فيبقى عاوز يبقى واقف على راس الطابور بتاع الفصل بتاعه زينا واحنا صغيرين كده. أنا بقول بشكر ربنا سبحانه وتعالى إن أنا كنت من الجيل اللي أنا اتولدت 75، فأنا أكيد ما شفتش الحرب في 73، لكن أنا الجيل اللي شاف ما بعد الحرب، شكل الشوارع، الحس بتاع الناس، السينما اللي خرجت من الحرب، الدراما اللي خرجت من الحرب، القصص، الحواديت اللي في بيتنا، خلاني كانوا ضباط قوات مسلحة شهدوا هذه الحرب وشاركوا فيها، قرايب كانوا مجندين، إلخ إلخ، وتقعد تحكي مع أبهات أصحابك وقرايبهم وهكذا، فيبدأ مخك يتملي. نفس القصة وانت بتشهد او بتسمع الحواديت بتاعت عيد الشرطة المصري، وليه في عيد شرطة مصري، وايه اللي حصل في معركة الاسماعيلية، وازاي ضباط الشرطة يقفوا قدام الجيش الانجليزي بمنتهى الشجاعة والجرأة والاقدام، ضباط الشرطة مجموعة يقفوا قدام جيش الامبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس، ايه الشهامة والقوة والجرأة والشجاعة والاقدام ده، ايه ده؟ المسألة
أكبر بكتير بكتير مما يتصور بعضنا للأسف الشديد. أزعل قوي لما ألاقي ولاد صغيرين 4 و5، تيجي تقول صغيرين أقول لك أيوة صغيرين، ده أنت لازم تعلمه الكلام ده وهو صغير، يكبر عليه، يكبر على هذا الفخر، ده مهم. شبان يبقوا عندهم 15 سنة و16 سنة ومش عارفين الحدوتة كويس، أزعل لما ألاقيهم مش عارفين الحدوتة. ومش عاوزين بس نكتفي بيها بأنها تبقى موجودة مثلا في درس القراءة في المرحلة الابتدائية، ولا تبقى رواية أكبر في المرحلة الثانوية، لا أنا عايز أشوف مسلسلات وعايز أشوف أفلام تتكلم على هذا التاريخ العظيم. بالمناسبة النهاردة لما كان بيحصل هذا الاحتفال في أكاديمية الشرطة، شيء عظيم، شيء حلو، شيء جميل. أيوة ارفع راسك فوق، انت مصري، بتضحيات الناس دول احنا واقفين على رجلينا النهاردة، شرطة النهاردة وجيش النهاردة، الكل بالمناسبة واحد لأجل هذا الوطن. النهاردة يشهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بالذكرى، زي ما بقول لكم ذكرى، لا ده هو العيد، انا حتى ما بحبش كلمة ذكرى دي، العيد رقم 70 للشرطة المصرية في مجمع الاحتفالات والمؤتمرات في مقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، طبعا بحضور سيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المصري، عدد من الوزراء والشخصيات العامة والنواب والقيادات الأمنية، وبطبيعة الحال أسر شهدائنا اللي دفعوا مش تمن غالي، إن هم دفعوا أغلى تمن عشان أنا وإنت وغيرنا نتمشى في الشارع، نتمشى، مش هقول لك بس نروح الشغل، علشان ننزل يوم الجمعة اللي عاوز يصلي صلاة الجمعة فيه، بالتأكيد طبعا في ظل الكورونا المساجد المصرح بها، أو حتى قبل ما تظهر الكورونا، عشان ننزل نصلي الجمعة وإحنا مش قلقانين من مظاهرات ولاد اللذينة اللي كانوا بيضربوا ناس والطلق يضرب على الناس في البلكونات. ما تنساش اللي كان بيحصل في شارع رمسيس، اوعى تنسى، فأكبر شوارع بلادنا حصلت مظاهرات ضرب النار على الناس في البلكونات والشبابيك في بيوتهم، أكتر من كده إيه؟ لولا الناس دول ما كناش وقفنا الوقفة اللي احنا فيها، لولا الناس دول ما كناش نبقى بنتكلم مع بعض كده، لولا الناس دول ما كناش رحنا أشغالنا ومحاضراتنا ودروسنا في المدارس وفسحنا الأولاد وخرجنا الأبهات وأمهات أبهاتنا وأمهاتنا، بالتأكيد ربنا يدي الصحة للجميع، اللهم أمين يا رب، إلى آخره. الرئيس النهاردة قال في كلمته أكتر من شيء مهم، يمكن من أبرزها إن رجال الشرطة المصرية أثبتوا إن الدفاع عن الأوطان مش مرهون بامتلاك العدة والعتاد، لكن مرهون بمدى إيمان وعقيدة الرجال الرسخة جوه النفوس. اسمع الرئيس قال إيه. قد أثبت رجال الشرطة المصرية في ذلك اليوم أن الدفاع عن الأوطان ليس مرهوناً بامتلاك العدة والعتاد، وإنما هو مرهون بمدى إيمان وعقيدة الرجال الراسخة داخل نفوسهم. شعب مصر العظيم، إن الغاية الأسمى للدولة هي المحافظة على بقائها وحفظ الأمن والأمان لمواطنيها، وهذا لن يتأتى دون وجود جهاز شرطة وطني واعٍ ومدرك لطبيعة مهمته جيداً. وبطبيعة الحال كان لازم يتم تكريم عدد من أسر وزوجات شهدائنا. مدام زينب علي الشافعي زوجة الشهيد أحمد جابر نصار، واحدة من الزوجات الفضليات اللي تم تكريمهم النهاردة، خلونا نشوف جانب من هذا التكريم ونرحب بمدام زينب معنا على التليفون. شهيد عقيد أحمد جابر أحمد نصار، تتسلم الوسام أرملة الشهيد السيدة زينب علي سليم الشافعي. اهلا بيك يا مدام زينب. اهلا بحضرتك يا فندم. ازاي حضرتك، كله تمام؟ الحمد لله. البنوته القمر اللي كانت ماشيه جنبك اسمها ايه؟
معلش انا مش سامع كويس. كنزي يا فندم. كنزي. عاشت الاسامي كنزي الاموره ما شاء الله عليها ربنا يحفظها. شايفها كده ملتزمه وحاطه الكمامه وحاجه 10 على 10. عندها كام سنه كنزي؟ كنزي عندها 7 سنين. 7. كنزي عارفه والدها قدم ايه لمصر؟ اكيد طبعا. بتحكي مع زمايلها وزميلاتها في المدرسه على هي بنت مين قدم ايه لبلادها؟ هي لسه مغنطوطه لسه برضه ما تعرفش ايه، بس انا اكيد بقول لها ان بابا بطل كبير طبعا ضحى بروحه عشان البلد دي. الله يرحمه. وانت تفخري بيه وتقولي انا بنت الشهيد. طبعا الله يرحمه يا رب، الله يرحمه، ده هيتشفع لنا كلنا في يوم من الايام، ربنا طبعا. كريم باذن الله. احساسك ايه النهارده وانت شايفه ان البلد لا تنسى وتكريم اسم الشهيد احمد جابر نصار؟ إيه هو تكريم ليا كبير قوي ان انا اتكرمت باسمه هو، وانا شلت اسمه، شلت اسم الشهيد احمد جابر نصار. ده تكريم ليا قبل تكريم كل حاجه، وتكريم للبلد ان هو ضحى بروحه عشان البلد. بالتاكيد بالتاكيد يا مدام زينب. مدام زينب مش قادر اقول لك تعيشي وتفتكري، لان كلنا نفتكر، وعمر ما تضحيته ولا حياته تروح هدر ابدا، بفضل ربنا سبحانه وتعالى بالتاكيد اولا، لكن بفضل التضحيه دي وبفضل تضحيه كل الشهداء احنا واقفين النهارده. اكيد طبعا. نورتينا وشرفتينا، تحياتنا ليكي، وسلمي لنا على كنزي جابر احمد جابر نصار قوي. مستكر حضرتك يا فندم. يا رب يخليها لك يا رب، ونشوفها احسن بنوته في الدنيا باذن الله. شكرا ليك يا فندم. طيب تعالوا نكمل في مقاطع زي ما كنا بنقول، أو جوانب من كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. جزء من اللي اتكلم فيه الرئيس هو مسألة اللي بتقوم به الشرطة المصرية، أبناء الشرطة المصرية، أبناء الشرطة المصرية على اختلاف الرتبة وعلى اختلاف المهمة، الكل يقوم على حفظ أمن واستقرار الوطن، يحاربوا الإرهاب البغيض الذي كاد، والحمد لله والشكر لله والفضل لربنا أولا ثم لشرطتنا وجيشنا. لولا الناس دول كانت مصر بقت حاجة تانية للأسف، ما كناش نحب نشوفها كده. آه والله، بس الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى قدر ولطف. ده أفضل وخير دليل على أنه بتعبير الرئيس معين هذه الأمة لا ينضب أبدا، أرضها الطيبة بتفيض دايما بالخير. خلونا نشوف الرئيس قال إيه ونعيد السمع مرة تانية، بس إحنا مش هنسمع بس بودنا، هنسمع بودنا عقلنا وقلبنا. وتحية أيضا مملوءة بأسمى آيات التقدير والاعتزاز إلى أرواح الشهداء، تلك الشموع المضيئة التي اختارت الخلود في السماء على البقاء في الأرض، وإلى أسرهم التي عانت وتحملت فراقهم من أجل الهدف الأعظم وهو بقاء مصر مرفوعة الرأس. ولكن تبقى مصر هكذا، ولكي تبقى مصر هكذا لابد أن نستحضر الروح التي بثها فينا أبناء الوطن الشرفاء. الله يرحم الجميع يا رب. أيضا الرئيس لم ينسى الأطقم الطبية كما جرت العادة، لحد هذه اللحظة اللي احنا واقفين فيها، واقفين وقفة الحقيقة أكتر من عظيمة. الأطقم الطبية المصرية اللي واجهت كورونا من ساعة ما ظهرت يعني مع الألم والأسف في بلادنا وحتى اللحظة اللي احنا فيها دي، وقال أنا بكرر شكري باسم المصريين جميعا إلى الأطقم الطبية على ما يقدمونه من تضحية في مواجهة الوباء للحفاظ على صحة المصريين. أستأذنكم نسمع. نحن نواجه المحن والأزمات التي تعترض طريقنا، ومن هذه الأزمات تأتي جائحة فيروس كورونا التي تجتاح العالم كله، وما من مناسبة نلتقي فيها إلا وأنا أكرر شكري باسم المصريين جميعاً إلى أبنائكم من الأطقم الطبية على ما يقدمونه من تضحية في مواجهة هذا الوباء للحفاظ على صحة المصريين. طيب
دكتور سارة، ازيك اولا؟ اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. اضحك عليكي لو قلت لك ان بكلمك لوحدك، بصراحه انا عايز اكلم سليم كمان. هو جنبي او جنبك؟ هو جنبي. الاول انا عايز يعني اقول ايه؟ اقول انه احنا عايزين نشكر الزوجه المصريه بشكل عام، وبالتاكيد دكتور ساره بشكل خاص، اللي هي زوجه الشهيد، مش هسميها ارمله شهيد، الشهداء احياء عند ربهم يرزقون، زي ما هم احياء في قلب كل مصري. فخليني اقدم لك الشكر انت وكل زوجات الشهداء. شكرا يا فندم، ربنا يخليك. سليم بقى عامل ايه؟ تمام الحمد لله. سليم اتشارك في الأوبريت النهاردة مع زمايله. أيوة. يعني أبناء الشهداء عبروا عن اللي حاسين بيه، يعني مشاعرهم البريئة اللي هو الإحساس بالفقد الأب وإحساس بحاجات كتير، بس برضو إن هم عارفين إن ده في الجنة وإن هم في مكان أحسن من هنا بكتير. يعني ده في مكان أحسن بكتير، وبعدين هو ما فقدش والده ولا حاجة، يعني حقيقي مش بقولك كلام زي ما يقولوا كده كلام برامج ولا كلام صحافة ولا بتاع خالص. يعني أنت عارفة أنه الرائد باسم فكري الله يرحمه يا رب، وتاني هو حي عند ربنا سبحانه وتعالى، ده الراجل اسمه ملء السمع والبصر، على اسمه في محور مهم في الصعيد في المنيا، الناس كلها فاكراه، اسف هنا الناس كلها فاكراه، فاكره الاسم، حفظاه لو صح التعبير، وسوف يظل الاسم خالد، وده اللي لازم يكبر عليه دايما. سليم ابوه من الخالدين. اكيد يا فندم اكيد. يعني نشكر القيادة السياسية ونشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني ان هو دايما فاكر أسر الشهداء والناس اللي ضحت بروحها عشان مصر، يعني فده وسام على راسنا كلنا. صحيح. طب انا ممكن اكلم سليم ولا هيخش ينام ولا انا مش عارفه هو هيعرف يتكلم ولا لا؟ بس بيتكسف. مش ممكن بعد الوقفه دي ويتكسف برضه؟ استحاله. الو. اهلا 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 استاذ سليم، عامل ايه يا سليم؟ الحمد لله. ازيك حضرتك؟ ازيك انت يا استاذ سليم؟ قول لي، واحنا صغيرين ويمكن لحد ما كبرنا كل واحد فينا بيتقال له اسم دلع كده في البيت، بيقولوا لك ايه؟ سولي. سولي ماشي. قول لي بقى يا سولي، انت النهارده وانت بتغني كده ما كنتش خايف؟ ما كنتش مكسوف؟ ما كنتش مكسوف. يا ولد يا جامد. ولا خايف؟ ولا خايف. وانت عارف انك هتطلع تغني ورئيس الجمهورية موجود ووزراء ووزير الداخلية وكل الكلام ده وانت ما كنتش خايف؟ ده انت بقى طالع شجاع زي بابا، مش كده؟ ايوة جدع. غنيت قلت ايه يا سليم؟ غنيت قلت ايه؟ ابويا سعيد. قلت ايه؟ ابويا سعيد. ايوة انت جميل يا سليم، احنا كلنا كنا مبسوطين واحنا بنشوفك وبنسمعك النهارده، وانا بكلمك علشان بقول يا سليم، انت ناوي تكبر تطلع ايه باذن الله؟ باذن الله ضابط برضو. وعاوز تطلع ضابط شرطه؟ ولا ضابط جيش؟ لا ضابط شرطه. طب مش عاوز تطلع مذيع؟ لا. انت جدع يا سليم، راجل ابن راجل. حبيبي يا سليم انا بعت لك بوسه في الهوا. شكرا. عفوا. أشكرك. باي باي يا حبيبي، باي باي. دكتور سارة أشكرك مرة تانية. ماشي يا فندم. أشكرك يا فندم، أشكرك. إحنا اللي متشرفين وبنشكرك على إنك قابلتي المداخلة معانا، ألف ألف شكر يا فندم. شكرا ليك. أنا عايز أستأذن بس إن إحنا هنسمع جزء من الأغنية الحلوة الجميلة اللي دخلت قلوبنا جميعا، ويمكن أنتوا شفتوا كمان مدى تأثر فخامة الرئيس بالأغنية. أستأذنكم نسمع منها ولو جزء ونرجع نكمل كلام. أبويا شهيد دي حاجة أكيد تشرفني، وليه مفرحش بيا ما طلبها واتمناه وحقه مرحش، ده ربنا وعده بالجنة، وليه الفخر عشان من أب مالهوش زي أبويا، ما ماتش أبويا شهيد في جنته حي.
أقول لك على حاجة لطيفة جدا. ليا خال الله يرحمه اسمه الشهيد أحمد كمال عبد الوهاب، ضابط صعقة، استشهد سنة 1966 في اليمن. خالي ما خطبش، ما تجوزش، ما خلفش. أنا ما شفتوش، أنا مواليد 75، اتولدت بعد استشهاده بحوالي 9 سنين. أنتوا عارفين إن إحنا في عيلتنا دايماً عندنا فخر طول عمرنا، إحنا ولاد إخوات الشهيد أحمد كمال عبد الوهاب. فخر، فخر حقيقي طول الوقت لحد اللحظة اللي إحنا فيها دي، هتلاقينا في كل العيلة. بلاش أمي وإخواتها الكل يقول لك ده أنا أخويا شهيد، دي مش بس فخر كبير، ده شرف ما بعده شرف، ده حقيقي. فما بالك بولاد الشهداء دول. ليا واحد صاحبي الله يرحمه كان معايا في المدرسة، محمد جمال الدين، ضابط شرطة الله يرحمه، استشهد في ميدان لبنان. يمكن كانت الدنيا والزمن والشغل، عارف اللي هو ايه، بيلهي الناس عن بعضها. احنا دفعة في المدرسة، كنا مع بعض في الفصل، كنا واحنا صغيرين نركب مع بعض نفس الباص او اتوبيس المدرسة، وكنا نقول له يا جيمي. فجيمي كان دايما الحقيقة عليه خف الدم ما وردتش، ونقعد ونضحك ونتريق ونعمل مقالب في العيال اللي موجودين معانا في الباص، ونتقابل من وقت للتاني لما نيجي نعمل تجمع ليه وأبناء الدفعة بتاعت مدرستنا، ونتقابل ونشوف بعض في النادي وحاجات كده. لحد ما وأنا قاعد على الهوا، كنت وقتها في أون تي في، ولقيت خبر، ما هو احنا مش عارفين بقى، استشهاد محمد جمال الدين. أنا يومها عارف اللي هو قلبي وقف، وبعدين اتخضيت، وبعدين بصيت لقيت قدامي الخبر فيها الصورة، يعني ده مش بقى تشابه، ده هو الله يرحمه. وتقعد تفكر، فزاد الفخر فخرا، أنا كمان أقدر أفخر بأن أنا صاحبي شهيد، شهيد شرطة محمد جمال الدين، لازم أفتكره النهاردة وأقول له الله يرحمك يا رب، الله يرحمك يا رب، الله يرحمك يا رب، ويحفظ كل أصحابنا واللي في دفعتنا واللي مش في دفعتنا، الكل يعني حقيقي فخر لنا كلنا. مش عايزين ننسى كمان الناس اللي اتصابت، أحياء عايشين في وسطنا، الإصابة بتاعتهم دي حصلت علشان إحنا نعيش، عشان إحنا نقف، عشان إحنا نتكلم، عشان نضحك ونهزر ونشتغل، نتصالح ونتخاصم، ونتفرج على أفلام سينما ونحضر مسرحيات، واللي يتجوز واللي يخلف، وتبقى الدنيا تلاهي. بس علشان تبقى الدنيا تلاهي، في اللي قدم حياته واللي قدم دمه، جزء من جسمه اتصاب، خف من إصابته أو كملت معاه. اوعوا تنسوا، اوعوا تنسوا، واوعى حد يلعب لك في دماغك، ما هو اليومين دول موسم اللعب في الدماغ. الرئيس النهاردة قال إن الطريق، عشان كده بقولك موسم اللعب في الدماغ بقى، ولاد الذين إياهم هيفضلوا يلعبوا في الدماغ، عاوز يشككك ويقلقك ويخوفك ويفقدك إيمانك باللي بيحصل في البلد دي. والله 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 اللي بيحصل في البلد دي، ولا واحد فينا، وكذب من قال أو يقول أو ينوي أن يقول إنه عادي وما فيش حاجة يعني، لا 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 لا، احنا ما كناش نحلم ب10% لحد 2010 بالمناسبة، وانا من بتوع 2011. حلو، ولكن هل هينفع نضحك على نفسنا؟ ولا كنا نحلم ولا في 11 ولا في 12 ولا في 13 ولا ب1% من اللي حصل في ال7 سنين دول. اوعى تخلي حد يزعزع إيمانك باللي بيجرى. عينيك عينيك عينيك، يا نهار أبيض، كل واحد فينا بالمناسبة بيلمس الإنجازات اللي حصلت في ال7 سنين، كل واحد فينا دون استثناء واحد يذكر، حتى العيل الصغير اللي لسه بيتولد وأنا بتكلم دلوقتي يلمس هذا الإنجاز. تقولي في إيه؟ هقولك لأنه اتولد في مستشفى ما كانش، ما كناش عارفين والدته أمه هتعرف توصلها ولا لأ قبل كده.
ربنا يسلم الجميع ويوصل دايما العيال دول لدنيانا بألف سلامة، لأنه ضامن أنه حبيبي الصغير اللي لسه مولود، وأنا بتكلم ده إن تعب في حضانة، إن عي في دواء، في دكتور، في تمريض، في ناس واخدة بالها منه، في حاجة اسمها تأمين صحي شامل واخد باله. أنا بقولك بقينا على حتى الرضيع اللي بيتولد النهاردة، ما هو المسألة واقع، المسألة منطق، ما فيهاش مبالغات، ما فيهاش حدوتة. آه عم يوسف أنت هتطبل، أطبل في إيه؟ هو مش العيل اللي بيتولد ده بيحتاج إيه؟ سرير في المستشفى عشان والدته، بيحتاج مراعية، يحتاج قد يجوز عايز حضانة، يحتاج شوية فيتامينات وشوية أدوية بياخدها في أول كام يوم ولا في كام أسبوع، يحتاج لبن أطفال إذا كان محتاج لبن اللي هو المعلبات لبن الأطفال إلى آخره. صح؟ صح. وقبل كده بقى ده كان متوافر عادي؟ يعني أنت كنت بتنزل تتمشى كده، يلا يا حبيبتي هنروح تولدي بقى، يلا مسألة سهلة بسيطة، متخافيش من التكاليف، مسألة بسيطة جدا، فلوس كتيرة، الفلوس جيوبنا كانت متخامة مثلا، هنضحك على نفسنا؟ لا، ما كانش بيحصل، كانت الولادة حدوتة، رب الأسرة بيبقى مش عارف هيعمل إيه في مصاريف الولادة ولا إيه. اوعى تنسى، هو ده اللي بيحصل دلوقتي، اللي بيحصل إن أنت عارف إنك عايش في أمان. الأمان بمعناه اللي احنا عارفينه اللي هو أمان الشارع، الأمن والأمان اللي بتوفره لنا الداخلية. الأمان هو إنك أنت الحمد لله والشكر لله بتشتغل، الأمان إنك بتلاقي دواء، الأمان إنك بتلاقي بيت، وساعات كتير بتستلم البيت مفروش، مش كده ولا إيه؟ على رأي فؤاد المهندس الله يرحمه، الرئيس قال الطريق لسه قدامنا طويل، احنا بدأنا، واللي تم تحقيقه على الصعيدين الاقتصادي والأمني، تخيل الرئيس اللي بيقول خطوة، شوف هنا الوصف بكل تواضع، خطوة على طريق بناء المستقبل اللي بنسعى لتثبيت دعائم استقراره. أيوة، احنا عاوزين نثبت هذه الدعائم عشان نبني جمهورية جديدة. خلونا نشوف الرئيس قال ايه. وقدر مصر ان تعيش وسط منطقة مضطربة كانت ولا تزال هي بؤرة الأحداث الدولية، تتعارض فيها المصالح وتتشابك فيها التوازنات وتتغير فيها التحالفات، فما كان مستحيلا بالأمس أصبح ممكنا لليوم، وما كان من الثوابت في الماضي أضحى في الحاضر أمرا قابلا للتغيير. ولا سبيل أمامنا لمجابهة كل هذه الأمور إلا بوحدتنا وتماسكنا الوطني، فبهما دون غيرهما نحافظ على ثوابتنا الوطنية التي لا تتدخل في شؤون الآخرين ولا تقبل التفريط في حقوق المصريين. كل ده وخطوة يا فندم، يا نهار أبيض. بالمناسبة أنا عايز يعني أنصح نفسي دائما وأنصح كل زمايلي، ومش بس زمايلي في المهنة، أنصح أي مواطن مؤمن حقيقي بكل حاجة بتحصل في البلد دي. عزيز المواطن، كلنا بقى مواطنين في بلدنا، لا تستسلم لأي ابتزاز، لا تستسلم لأي شكل من أشكال التهديد اللفظي اللي هو بتاع إيه؟ آه يا عم ده هيطبله، آه يا عم ده هي مش عارف إيه. اللي بيكتب كده على السوشيال ميديا ده، ولا يكتب مقال تافه في موقع حقير، عاوز يخوفك ليس إلا، فعاوز يسكتك، فيعمل يقول لك إيه؟ مثلا يقول لك إيه؟ شاهد يوسف الحسيني في ما مش عارف وصلة تطبيل لمدة مش عارف 15 دقيقة مش عارف إيه. وانت لما قلت كده بقى انا بقى كشيت، لا خلاص مش هقول، مش عايز حد يقول عليا كده. نطبل مين يا ابني؟ لما كان الاخوان بيعملوا اللي عشان ينولوا الرضا السامي، كان ناس كتير جدا، والمذيع اللي بيتكلم ده اقلهم، واقفين في وش اللي مش عاوزين ننول رضاهم السامي، ولا فرقت معانا في حاجه، لا احنا ولا اهالينا ولا عائلتنا ولا كان فرق معانا الهوى. خد بالك، أي بني آدم شريف مفيش على راسه بطحة يحسس عليها. البني آدم اللي يبقى مؤمن بالإنجاز اللي في بلده عمره ما يبقى بينافق، وعمره ما يبقى بيطبل. أنت بتمشي على طريق نظيف وبتروح مدرسة كويسة، هتيجي تقول لي يعني خلاص المدارس دلوقتي بقت مدارس فنلندي نرويجي هولندي؟ أقول لك لأ،
لا طبعا لا، ولا نصها حتى يا عم. ماشي، لكن هي دي زي اللي كانت موجودة من 10 سنين أو من 9 أو من 8 أو من 7؟ الريس قال لك احنا بدأنا الخطوة، لأن احنا بدأنا. عايز ايه؟ احنا بدأنا وماشيين وباستقرار وخطوتنا ثابتة كده وراسخة في الأرض. خلي إيمانك ما يتهزش، اثبت كده زي الشجرة، جدر ضارب في الأرض والفرع هيطول وهيوصل للسماء، ولا تقلق واوعى حد يبتزك ولا يخوفك. طنش امشي دغري، قطر ما بيقفش على محطات. فاصل ونكمل الكلام. بقى الأوميكرون ده ابن لذينة مذهل، زي ما احنا قرينا او تابعنا او قدر الامكان حاولنا كلنا، كل الناس اكيد بتتابع المسألة بتاعت الأوميكرون ده على قدرته السريعة الفظيعة المريعة بالمناسبة على الانتشار. أوميكرون ده انتشر انتشار في العالم، انتشار النار في الهشيم يعني. وبعدين يعني على حسب ما الواحد بيقرأ، والله أعلم برضو يعني، يفتنا في ذلك الأطباء والعلماء، هو أعراضه قريبة جدا من أعراض البرد ومدته قصيرة، يعني يقعد إيه 4 أيام وخمس أيام وحاجات من هذا القبيل. طيب يجي يقول لك هل اللقاحات اللي هي معروفة في العالم هل تستطيع الوقوف أمام الأوميكرون ولا لأ؟ ده سؤال. يعني احنا في عندنا لقاحات، عندنا لقاحات الصيني وعندنا اللقاح المصري وعندنا لقاحات امريكاني وعندنا لقاحات انجليزي وعندنا لقاحات روسي الخ اظن في 6 أو 7 لقاحات. يعني السؤال بقى، هل هذه اللقاحات تعرف تواجه الاوميكرون ولا ما تعرفش، ولا هي بس لحد ما يحصل كل لحد دلتا ده اللي هو التحور الرابع اللي حصل وبعد كده اوميكرون ليه تركيبه مختلفه؟ هتلاقي انه أسترازينيكا بيشتغلوا او نجحوا، يعني ما نقدرش نجزم قوي، بتطوير اللقاح بتاعهم اللي هو لقاح أسترازينيكا الشهير بجرعه معززه. هذه الجرعه بقى بتاعت الاوميكرون تقف قدامه تسد السكه، بالتاكيد بالتاكيد برضو بالليرنينج كيرف او بمنحنى المعرفه بتاعنا جميعا، مفيش حاجة 100% حتى هذه اللحظة تقدر تقف قدام الإيه؟ قدام الأوميكرون. هل تحول دون الإصابة بالأوميكرون بنسبة 100%؟ مفيش حاجة بالمناسبة تحول دون الإصابة بالموضوع بتاع كورونا بمتحوراته بحركاته 100%، مفيش حاجة 100% لحد اللحظة اللي احنا فيها ده. ماشي؟ يمكن هنتكلم شوية على مسألة المتحور أوميكرون، وهل أسترازينيكا عارفوا طوروا جرعة تعرف تقف قدام الأوميكرون؟ لا بس قدام شوية، لكن خلوني أتكلم معاكم في حاجة لطيفة جدا بقى. الفنانين المصريين أنا في تصوري المتواضع جدا مبهرين طول الوقت، ويمكن حتى استلهاما أو خليني أقول لك قدر الإمكان هنقتبس من كلمة الرئيس النهاردة، بس هنا بقى على مسألة الفنانين التشكيليين، هو المعين المصري لا ينضب أبدا. بركات حمزة فنان تشكيلي مصري من الفنانين التشكيليين المبهورين العاشقين لحضارتنا المصرية القديمة. يعمل إيه بقى بركات؟ يبدأ يشتغل على تطوير في صناعة أو نحت التماثيل المصرية القديمة اللي احنا نعرفها باسم التماثيل الفرعونية، ونحتها وحفرها على الرخام والجرانيت. وبالمناسبة دي حاجة شديدة الصعوبة طبعا، انت عارف الجرانيت ده صلبته وصلطته عاملة ازاي، وبالذات الجرانيت المصري بالمناسبة من أهم ومن أقوى ومن أفضل ومن أفخر أنواع الجرانيت في العالم، عشان بس تبقى عارف كده يعني. فيبدأ فناننا التشكيلي بركات في انه يعمل نسخ طبق الاصل من التماثيل الاصليه في الاقصر. تعال بقى نسال كده
فناننا تشكيلي بركات حمزة. الأول أهلا أهلا أهلا، منورنا. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا دي النور في التاسعة. أهلا بيك يا فندم. تسلم. سر الحب والعشق والانبهار بالفن المصري القديم إيه؟ والله والله السر عندنا إن إحنا يعتبر عايشين وسط المتاحف ووسط المعابد ومولدين أصلا فوق المقابر. يا بختكوا. فإحنا عايشين أصلا فوق الموضوع ده، فمن زمان حبنا أنا أهلي كلهم نحاتين أصلا. الله، ده المسألة بقى متوارثة. متوارثة. الفن بيجري في الدم كده زي ما بيتقال. الحمد لله يعني، فاحنا كلنا فنانين، وانا بعد كده درست الموضوع ده يعني في مدرسة فرنسية. طورت منه. طورت منه ازاي؟ احكي لي. هقول لك طورت منه ازاي. انا النحت بتاعي مصر قديم، اللي هو زي ما انت قلت فرعوني. اللي درسته مع نحاتين فرنسيين وسويسريين، نحت اسلامي ومعماري، وكان في فرعوني بس بسيط جدا، كان بيجينا مدرس اجنبي من متحف اللوفر. اوكي. كان بيدرسنا هنا. فاحنا كنا بننحت زي ما تقول كده بالفطره، ما كانش عندنا ايه نسب ومقاسات قوي يعني، ما كناش مركزين في الموضوع ده. نسبه تشريحيه، انا مش دارس اصلا لا فنون تشكيل لا فنون جميله ولا تطبيق ولا الكلام ده كله. ماشي. الموضوع موهبه والمدرسه الفرنسيه، فانا درست منهم الموضوع ده، فبدأت اطور الموضوع ده في شغلي انا اصلا. بتطوره يعني انك تقدر ان بتطوره، بمعنى انك تقدر توصل الى نحت قطع صوره تبقى الاصل، ريبليكا. أيوة. زي ما بيتقال. ايوه، هو الطبيعي اصلا في النحاتين المصريين ان هم بينحتوا عشان التجاره. كتير بينحت الموضوع حب يعني، عشان خاطر يوصل للي عملوه المصريين القدماء. ها. تمام. انا بحاول اخد الاثنين مع بعض. انا مش هقول لك ان انا بشتغل علشان خاطر يعني حب بس بدون معيشه يعني. معيشة في الموضوع. لا، والامر اصله ما فيهوش عيبة يعني، هو ده شغل، وشغل جميل وراقي وحاجة حلوة انه يدر ربح يعني. ايوه فانا بحاول على قد ما اقدر اوصل للطريقة اللي كانوا بينحتوا بيها. هم اصلا مدارس، مش مدرسة واحدة يعني، الفضلاء المسلمين كانوا مدارس، كل عصر ولي مدرسة خاصة بيه. عظيم. تبقى نحات وتوصل لكل الكلام ده، لازم تدرس كل المدارس، تنحت على نفس يعني. لو هتنحت مثلا انت حطنا في الثالث، تنحت بالمدرسة بتاعته، بالتشريح بتاعه، بالنظام بتاعه، رمسيس من حطب، من انبتاع، كل حد يجي مدرسة. اوكي. فانا بتحرك ما بين دول كلهم، مش بنحت علشان خاطر المعيشة، بنحت كده خلاص بسرعة وبجري، عشان الموضوع صعب جدا، بيوصل معايا ممكن بتضع توصل لسنة شغل. قعدت قد ايه تدرس المدارس دي؟ انا والله من لما بدأت يعني بقالي تقريبا 12 سنة. 12 سنة. كان عمرك وقتها قد ايه؟ كان عمري 15 سنة. اوكي. انا عندي 27 سنة. 27. فقعدت 12 سنة تدرس المدارس المختلفة المتعلقة بالنحت المصري القديم. ايوه، ولحد دلوقتي بدرس وهفضل ادرس على طول. طب بقى بتضطر تسافر وتيجي وحاجات زي كده، ولا انه بعض النحاتين الاجانب دول موجودين معانا هنا في مصر؟ هم خدوا تقريبا 7 سنين ولا حاجة معانا هنا، المدرسة الفرنسية كانت موجودة هنا. عظيم. فيها سنتين وفضلت ادرس لمدة 5 سنين. طب قول لي بقى، هل بتعلم ده برضو لشباب تانيين ونحاتين تانيين، ولا لسه ما بدأتش في القصة دي؟ لا بعمل كده بس مش رسميا يعني، مش بمقابل يعني، لو في حد طلب مني بالمحبة، اللي عاوز يخش في الموضوع تعالى ونعلمك. تعالى، بيكون مثلا حد معاه بيدرس فنون جميلة ولا أطار، معاه مشروع تخرج، معاه كذا، عايز يتعلم حاجات معينة، أسبوع أسبوعين بمشي معاه قصاد شغلي، عشان انا عندي اوردرات وعندي حاجات ما اقدرش افرغ نفسي للموضوع ده كاملا. طبعا. طب والشغل بقى دقيق لدرجه ان انا ما افرقوش عن الاصل؟ ها، في حاجات زي كده فعلا، في حاجات زي كده فعلا. كل ما بتبقى نسخه طبق الاصل، كل ما طبعا السعر بتاعها هيغلى في هذه الحاله. طبعا بنحاول على قد ما نقدر ننحت بنفس الطريقه اللي كانوا بينحتوا بيها القدماء المصريين، اللي هو بدون الات. في حاجات بنتعد بننحت بدون الات خالص. تقعد تنحت بالحاجات اللي هي الادوات اليدويه بتاعت الزمان. الادوات اليدويه، ايوه، عشان يفضل في الاخر بتاع الخبطات بتاعت اللي هو الشاكوش والحاجات اللي هي ايه؟ القديمه. طبعا. طب النوع بتاع الزبون، لو صح التعبير، انا مش عايز اسميه زبون لانه كمان اللي بيقبل على ده مش راجل بيشتري خردوات يعني، ده راجل بيشتري فن. أي حد. راجل بيشتري فن. فالانسان اللي بيشتري ده، هل الإقبال بيجي بقى من ناحية مصريين ولا أخواننا العرب ولا أجانب من اللي هم بتوع أوروبا وأمريكا وكده، أو يابانيين أو صينيين؟ الأكثرية
العنصريه مصريين وبيصدروا للخارج، بس برضه في اوروبا، في بلجيكا، في امريكا، في كذا حد الحمد لله، اوردرات من كل مكان. اهم حاجه الدنيا ماشيه الحمد لله يعني. الحمد لله. لا هتمشي احسن واحسن باذن الله في خلال الفتره الجايه. والله الحمد لله، بس من خلال برنامجكم الجميل عايز اقول حاجه بسيطه بعد اذنك. اتفضل ارجوك. تسلم، ربنا يخليك. والله انا بتمنى يعني، انا شغلي وفي نحاتين عندنا تاني كتير يعني، نحاتين مستوى عالي فاهم، اتمنى ان شغلنا مش كله يتصدر ومش كله يتباع ومش كله يروح، احنا مش عارفين يروح فين يعني. انا نفسي يتعمل مبحث للفن الحديث الفرعوني، اتمنى يكون في حاجه زي كده، بدل ما الموضوع كله يبقى قديم، يبقى حاجه زي كده لها تكت ولها الكلام ده كله من الدوله. ما خلاص احنا كده بنتكلم متحف يعني وزاره السياحه والاثار على طول. اتمنى يبقى في حاجه زي كده، مش كل شغلي انا ما اخلصه وابيعه، في حاجات قيمه جدا حرام تتباع. او انه في الحاله دي استنى هقول لك، لا ما هو متحف ده هيبقى متعلق بما يتم تقييمه كاثر او تحفه، دي حاجه اظنها لو انا فاهم مظبوط هتبقى تبع وزاره الثقافه يعني دكتور ايناس عبد الدايم. والله اتمنى انها تتبنى الحكايه دي، هتبقى شيء لطيف جدا. والله جداً. انا كمان اتمنى. بص يعني انا اثق في ان دكتور ايناس تبقى بتشوف البرنامج، واكيد اكيد هتلاقي تواصل وتفاعل ما بشكل او باخر. انا اثق فيها جدا، واصل انا كمان اقدرها قوي، فانا عارف انه ده هيحصل بشكل او باخر، ولو حصل بقى ليا تمثال هديه من حضره القسمه فليقتسم. لا هو الحاجه صغنطوطه كده يعني، مش هغلي. لا لا والله لو حاجه كبيره تمام، بس تسلم 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 يا شيخ، انا بهزر معاك، ربنا يخليك. اهم حاجه ان احنا نشوف دايما حاجتنا مقدره ومعروضه ومتشافه، وانه حاجتنا تبقى رائجه، والفنانين اللي زيك يبقى دايما ليهم تواجد، يبقى ليهم مكان. انا بشكرك جدا 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 فناننا التشكيلي بركات حمزه، نورتنا في التاسعه. بما ان احنا بنتكلم على الاقصر، يبقى ما ينفعش ابدا ما نتكلمش على مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه، مشروع جديد خلال الدوره رقم 11. ايه المشاريع الجديده يا ترى التي يخبئها لنا مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه؟ انا حظي حلو ان دي تاني مره اتكلم على هذا المهرجان. بيحمل اسم فاكتوري، صح كده يا اولاد؟ فاكتوري. فاكتوري اي المصنع، تحدث الإنجليزية بدون معلم. طيب اسم فاكتوري معمول ليه بقى؟ أو الشعار ده علشان دعم المخرجات من إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بطبيعة الحال، إدراكا من إدارة المهرجان بأهمية تسليط الضوء على دور ودعم صانعات الأفلام السينمائية في المنطقة، التحديات في إخراج الأفلام الطويلة، والتحدي الشديد. اسألنا أنا فيها دي بقى، التحدي الشديد والصعب في الأفلام التسجيلية. الأفلام التسجيلية أو الأفلام الوثائقية دي يا جماعة حاجة شديدة الصعوبة، شديدة الصعوبة، شديدة الصعوبة لأسباب كتير جدا يعني. منها أولا أنها بتبقى تكلفتها كبيرة، ما هيش صغيرة على الإطلاق على الإطلاق، وأحيانا تتعدى ميزانية الأفلام الوثائقية أو التسجيلية زي ما كنا نسميها زمان، بتتعدى الميزانيات بتاعة الأفلام الروائية اللي حضراتكم عارفينها، الفيتشر موفيز دي. التحدي التاني مش بقى الميزانية كمان، التحدي هي آليات التنفيذ بتاعة الفيلم. إذا كنت بتعمل فيلم وثائقي تاريخي، بتعمل فيلم وثائقي وايلد عن الطبيعة، بتعمل فيلم وثائقي سياسي، بتعمل فيلم وثائقي اجتماعي، التحديات بتاعته بتبقى صعبة جدا في آلات التنفيذ، لأنك أنت بتتحرك كتير وبتصور كتير وبتلف في مناطق كتير، سواء إذا كانت مناطق محلية أو هتضطر تخرج بره النطاق المحلي ومثلا تعمل فيلم مثلا عن المرأة في إفريقيا مثلا، صانعات الغذاء مثلا على سبيل المثال مثلا يعني، وهكذا السيدات العاملات في إفريقيا وهكذا يعني، هتضطر هنا تلف في كذا بلد وفي كذا دولة وأكتر من إقليم و و و وحاجات زي كده. وفي بعض الأحوال بتبقى فيها كمان تحديات أمنية، إذا كنت بتشتغل على فيلم متعلق بشيء ما سياسي، وأحيانا بتبقى مسألة التأمين إذا كنت بتعمل فيلم زي ما كنت بقول لكم وايلد، يعني بتنزل بقى في الغابات والأحراش وما إلى ذلك. أفلام وثائقية شديدة الصعوبة. يفضل التحدي الثالث هي فكرة الصنعة الإخراجية، إزاي تقدر توصل فكرة الفيلم وفلسفته في خلال، والفيلم الوثائقي هنا يعني ممكن يبقى قصير جدا، حاجة 5-6 دقايق، ممكن يبقى حاجة ربع ساعة، 40 دقيقة، ساعة ونص. وفي بعض الوثائقيات اللي هي بتبقى مسلسلة،
فتلاقيه مستمر معاك مثلا 40 و50 حلقه، بتبقى مده الحلقه تقريبا من ربع ساعه 15 دقيقه ل 21 دقيقه. انت متخيل كم التحديات؟ طيب هذه الدوره او هذا المهرجان في الدوره 11 بيدعم من 7 لـ9 مشاريع من الافلام الطويله والتطوير والتدريب والدعم النفسي والمعنوي لمخرجاتنا الشابات دول، من خلال الاستعانة بقى بخبرة من أوروبا وأمريكا، بالإضافة للاستفادة من خبرات مخرجين ومخرجات شاركوا في المشروع لتعزيز الإحساس بالأمان والثقة بالنفس من خلال الورش اللي اتعملت مخصوص لهذا الغرض. وعايز أقولك إنه إحنا في إفريقيا وفي الشرق الأوسط عندنا مخرجين وثائقيات ولا أجمل ولا أعظم ولا أبدع ولا أروع، وينافس بمنتهى القوة والشدة والبأس المخرجين بتوع أوروبا وأمريكا، وأنا أقدر أقول لك سلسلة أسامي إذا حبيت. خلونا ناخد معنا على التليفون أستاذ سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما. أهلا أهلا أهلا. أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ يوسف. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام، نحمد ربنا. طبعا احنا نهنيكوا على الدورة الحالية من المهرجان، وهنيك اكتر على مسألة فاكتوري ودعم صانعات السينما في افريقيا. الحقيقة الفاكتوري فكرة يعني مهمة، لانه المخرجة الشابة في افريقيا زي ما انت تفضلت وقلت بتلاقي صعوبات شديدة انها تعمل فيلمها الاول لو قصير، فما بالنا لو احنا عايزين نشتغل على تسجيلي طويل. والسينما التسجيلية فعلا متقدمة في افريقيا، ولكن بيبقى فيه عبء شوية على فتاة بتبحث عن فيلمها الاول. فمهرجان الأقصر للسينما الافريقية في دورته 11 من 4 إلى 10 مارس بيشتغل على الملف ده لمدة 3 سنوات، ان احنا نقدر نجيب الخبراء من افريقيا ومن اوروبا ومن امريكا لعمل ورش للوصول بالمخرجات الى افضل امكانيه لبدء مشروعها التسجيلي الطويل الاول. حلو جدا، التسجيلي الطويل. لانه يعني ممكن تقدر تتجاوز القصير، بتبقى التجربه يعني اسهل شويه. التسجيل الطويل فيه معاناة شديدة في الحصول على تمويل، في القدرة على إدارة السكريبت، على اللوكيشنز، على كذا، فبيبقى فيه صعوبات شديدة للفتاة الإفريقية المخرجة الإفريقية لأنها تحقق تجربتها التسجيلية الطويلة. فمهرجان الأقصر جزء من دوره هو تطوير صناع السينما. عندنا ورشة كمان الأفلام القصيرة كان عملها خيري بشارة وعملها هايلي كيما وعملها سعد هنداوي، دي طلع منها أجيال دلوقتي في العشر سنين اللي فاتوا خدوا جوائز من برلين، وهم بدأوا يتعلموا صناعة الفيلم القصير في مصر هنا في الأقصر، وعملوا مشاريعهم الأولى القصيرة العشر دقايق وعرضت في الأقصر. طب هل بشكل او باخر ممكن ان احنا بنساعدهم في ازاي يقدروا يجيبوا فند للفيلم او تمويل للفيلم بشكل او باخر، نساعدهم على تسويق الفيلم بعرضه في منصات مختلفه، المنصات الرقميه الى اخره؟ ده جزء مهم جدا. طبعا جزء مهم في فاكتوري، انه ازاي تقدر تجيب تمويل، وازاي كمان مهرجان الاقصر بشكل او باخر يوفر بعض اللوجستيات او بعض الدعم المالي القليل، لان احنا برضو ميزانيتنا كمهرجان يعني في دعم من الدوله بنسبه 40% والباقي بيبقى من القطاع الخاص والمجتمع المدني، فبيبقى في مفيش يعني وفره، بس بنساعد. احنا ساعدنا في فيلم ستموت في العشرين، وفيلم خد جوائز من برلين وخد جوائز من الجونه ومن غيره. حلو. فبنحاول حتى لو اللي بندفعه في الاول قليل، ولكنه بيقدر يدفع التجربه لقدام ان هم يلاقوا شركاء ويكملوا. طبعا. هل نقدر نساعدهم في مساله تسويق عرض الفيلم على منصات شبكات تلفزيونيه الى اخره؟ احنا المهرجان بيحاول في الفتره اللي جايه بعد ما عرف ايه، يعني انت بتحط ايدك على مشكله من اكبر مشاكل الفيلم الافريقي، مش بس التسجيلي. الفيلم الافريقي بشكل عام عنده مشاكل في منافذ العروض، في دور العرض السينمائيه في المنصات. فاحنا في ملتقى حوالين يعني اعاده النظر في تسويق
الفيلم الافريقي، ولانه انت لو بعت فيلمك وقدرت تسوقه كويس تقدر تعمل الفيلم اللي بعديه. طبعا نشتغل على الملف دوت، وفي جزء من المهرجان نشتغل على عوده التصوير الاجنبي في مصر، وده ملف شائك جدا لانه بدات بعض الدول المجاوره يبقى عندها تسهيلات كبيره جدا في استضافه الافلام العالميه للتصوير في بلادها، وعندهم الفيلم كوميشن يدفع من 20-40% من اللي صرفوا الفيلم بياخدوه وهم مسافرين الجهه اللي انتجت الفيلم. فشوف قد ايه الدول بتحاول تساعد في انه تجتذب التصوير الاجنبي. احنا مصر عندنا لوكيشنز مختلفه، عندنا تاريخ كبير، عندنا اثار، عندنا تنوع غير عادي، وبعد عننا الملف ده كتير. لازم يرجع، ورجوعه مرتبط ببعض التسهيلات في الاجراءات وليس اكثر. يعني في دول بتعمل ديكور لابو الهول او للاهرامات عشان يتصور فيلم اجنبي بيدور في مصر في دوله عربيه اخرى. طب ما يتصور عندي. ده انا اللي عندي الاصل. المهرجان الاقصر في الدوره ال 11 بنشتغل على لانه احنا بنشتغل السنه دي على المصطلح الاعم للمهرجان او المقوله الرئيسيه هي اعاده اكتشاف مصر. احنا عندنا شيء عظيم جدا مش موجود في دول كتير جدا في افريقيا، فاحنا بنشتغل على اعاده اكتشاف مصر، وكمان عندنا مرور 100 سنه على مقبرة توت عنخ آمون ده هنحتفي بيه، وده جزء برضو من فكرة ان احنا نفكر العالم بحجم اللي موجود عندنا في 200 سنة على حجر رشيد وفكر موزو برضو في 2022. فيعني في مجموعة من النقط بنحاول نساعد فيها للصناعة، لانه المهرجانات مش فقط بروباجندا او شو اعلان فارغ من المحتوى، المهرجان لازم يساعد الصناعة في بلده. عارف لما قلت لي على موضوع 100 سنة توت عنخ آمون أول حاجة جت على بالي إنه آن الأواني يتعمل وثائقي حول القصة الحقيقية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، لأنه يعني مش عاوز هو ما هوش سر لأنه بدأ يتكتب فيه مؤخرا والحمد لله والشكر لله. المسألة مش متعلقة بعبقرية هوارد كارتر على الإطلاق، على الإطلاق دي واحدة من أكبر الأساطير اللي جت في أدمغة الناس للأسف الشديد وتم ضخها. بس يعني أتمنى في يوم من الأيام أن أنا أشوف فيلم وثائقي حول هذا الموضوع، القصة الحقيقية وراء اكتشاف مقبرة الفرعون الصغير. عايز أشكرك جدا 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 أستاذ سيد، نورتنا وشرفتنا. كل تمنياتنا المهرجان الأقصر بشكل عام بالنجاح، وبمشروع فاكتوري بشكل خاص الحقيقة بمنتهى النجاح، ومن نجاح إلى نجاح. نجاح منظومة التأمين الصحي في مصر. ايه نجاح منظومة التأمين الصحي في مصر يا عم يوسف؟ احنا مش هنبتدي منين الحكاية، لان الحكاية بمنتهى البساطة متعلقة بحضرتك انت. انت ليك حق طبيعي في انك انت تتعالج، صح؟ كنت يا ترى بتاخد الحق ده؟ كنت بتقف طوابير مش كده؟ هل لسه في طوابير؟ لا بلاش. هل كنت بتاخد حقك في انك تتعالج؟ يعني مش انا مواطن من حق يا جماعه اروح واتعالج وحاجات زي كده؟ معقوله يا جماعه نقعد عشرات السنين مش عارفين نوفر تامين صحي شامل حقيقي للمصريين؟ لا مش معقوله. طب معقول ده يحصل لما يبقى في اراده حقيقيه لتوفير تامين صحي شامل للمصريين؟ تخيل. شفت ازاي؟ الله، يعني يا راجل يبقى في عندك 5 محافظات النهارده الحمد لله والشكر لله فيها تأمين صحي شامل. بدأنا ببورسعيد لو تتذكروا. أنا مش عارف هل كلنا اشتغلنا على إن احنا نقعد ندور ونشوف يا ترى المستشفيات بتاعة التأمين الصحي الشامل دي شكلها عامل ازاي؟ مش بقول لك روح زورها، بس بالمناسبة يعني هناك عشرات بل تكاد تكون مئات الفيديوهات، آلاف الصور للمستشفيات بتاعة التأمين الصحي، بل إن هناك مئات الحواديت، لا مئات آلاف الحواديت لعمليات وعلاجات نجحت. هيطلع بالمناسبة النهاردة ولا بكرة ولا يمكن امبارح خدتش بالي، يجي يقول لك بقى الإخوان هيطلعوا لك بقى بقصة إيه؟ هو أنتم مصدقين قصة التأمين الصحي الشامل؟ تعرف ده بيدفع كام يا معلم؟
ده انت بتخش المستشفى من دول؟ اه هتشوف مستشفى شكلها حلو وجميله وشيك وعامله زي مستشفيات بلاد بره، ده بيطلعوا لنا صوره زي مستشفى بلاد بره حلو، بس ده انت بتخش بينتفوا ريشك فلوس. اللي عاوز يعمل عمليه ده بيدفع قد كده، اوعى إيه تصدق انه ببلاش، ده بالميت تدفع لك 50,000 بالميت كده. اللي بيقول لك اصل ده انا عارف، ده انا ابن اختي عمل عمليه اللوز دفعوه 4,000 جنيه. كذاب، اتحدى ان في حد مهما بلغت دقه العمليه وغلاء العلاج والاجراء الجراحي والمستشفى دفع اكتر من 300 جنيه مصري فقط لا غير في اجراء علاجي قد يتكلف 600 و700 ألف جنيه. احنا النهارده بنتكلم على مثل صغنطوط بسيط، زراعه قوقعه اذن. بالمناسبه في عمليات شديده الدقه حصلت في المخ، خد بالك، لكن المثل والنجاح بتاع النهارده زراعه قوقعه اذن في مستشفى التامين الصحي في المنيا، اللي كان زمان لو قلت انا رايح مستشفى التامين الصحي تتخض، النهارده تبقى امن، خد بالك من الصوره، امن مطمن انا داخل مستشفى التامين الصحي. دكتور علي محروس استاذ جراحه الاذن وتركيب القوقعه بجامعه لندن وجامعه الازهر، الطبيب الرائع العظيم اللي نفخر بيه الذي اجرى هذه العمليه معانا على التليفون. اهلا بيك يا دكتور. مساء الخير يا استاذ يوسف. مساء النور يا دكتور علي. حضرتك والساده المشاهدين. زي ما بيقولوا كده، مساء النور يا دكتور علي اللي مشرفنا. الله يخليك، والله متشكر على ذوقك، متشكر. لا والله اصل دي حقيقه، انا الحقيقه اقدر جدا العلماء والنابهين، ببقى مبسوط فرحان فخور كده. العفو يا فندم، الحقيقه انا سعيد جدا بالمقدمه اللي حضرتك قلتها، وهو فعلا المريض ما بيدفعش مليم واحد، بقى مش 300 جنيه، لا هو مليم واحد الحقيقه. ولا في عمليه زراعه القوقعه النهارده، الجهاز اللي انا زرعته يوم الخميس اللي عدى في البلاك ماركت يا استاذ يوسف سعره لا يقل عن 350,000 جنيه. هذا الجهاز فري اوف تشارج للمريض عشان تبقى حضرتك عارف، والجهاز بيبقى موجود مجاني. في فندم. الو، ده مجاني؟ مجاني يا فندم، ده حضرتك كل طفل مولود بضعف سمع حسي عصبي شديد بيتم له هذه العمليه زراعه القوقعه بدون تكلفه نهائي على المريض او اهل المريض، والمستشفى بتتكفل بكل شيء من فحوصات واشعه وجراحه وتاهيل سمعي وتخاطبي لمده سنتين بعد الجراحه، كله ده ببلاش يا فندم. يمكن دي معلومه الحقيقه غايبه عن كتير جدا من الناس اللي بيشاهدونا النهارده، لكن دي الحقيقه اللي كل الناس شايفاها والمرضى نفسهم معترفين بيها. يعني ببلاش، يعني العملية اللي حصلت دي ولا الهوى خالص يا فندم. بقول لحضرتك مش العملية بس، ده ما قبل العملية، يعني كل التحاليل والفحوصات واختبارات السمع واختبارات الذكاء بالإضافة للجراحة مع تأهيل سمعي وتخاطبي لمدة سنتين بعد الجراحة ببلاش. ده أنا كنت لسه أقول لحضرتك، طب من باب الغلاسة بقى أسأل، طب وماذا عن بعد العملية لمدة سنتين برضو ببلاش؟ أنا عايز أقول لحضرتك إن الطفلة اللي زرعتها يوم الخميس اللي عدى دي طفلة مولودة بضعف سمع حسي عصبي شديد جدا، يا حبيبي. والأطفال دول قبل كده حضرتك كانوا بيبقى مصيرهم اللي هو مدارس الصم والبكم. أيوه. النهارده أيوه. الطفلة دي بتبقى تخش المدرسة العادية زي أي طفل عادي خالص، بتسمع وبتتكلم، وده الحقيقة مش الجراحة بس، التأهيل ما بعد الجراحة، وده تأهيل سمعي الأول وبعدين تأهيل تخاطبي حضرتك لمدة سنتين على الأقل، وده التأمين الصحي المصري متكفل به، يعني لمدة سنتين، وده غالبا وقت كفاية جدا إن الطفل يسمع ويتكلم الحقيقة. هل ده كان زمان متاح يا دكتور؟ هل ده زمان كان متاح ولا دي أمور طرأت علينا جديد خلال الكام سنة الأخار؟ لا يا فندم، هو ما كانش متاح خالص، هو الحقيقة اللي كان متاح زمان كان من حوالي مثلا 10-15 سنة، كان الطفل أو أهل المريض بيدفعوا 45,000 جنيه، وكانت الحكومة بتتكفل ب 45 ثانية. النهاردة الجهاز بالتأهيل بتاعه بزيرو ماني، يعني ببلاش خالص حضرتك ولا مليم.
فطبعا ناس كتيره جدا فقراء ما كانوش يقدروا يدفعوا ال 45,000 جنيه طبعا، وبالتالي ابنهم او بنتهم هيبقى مصيرهم الصم والبكم اللي احنا طبعا يعني عانينا منه كثيرا يعني. أيوة. انما النهارده ما فيش طفل بيتولد في مصر الا الحقيقه بيتعمل له مسح سمعي اول ما بيتولد، ولو تم اكتشافه ان هو عنده ضعف سمع بيخش على طول في الباث او الطريق القوقعه وبيتم زراعه القوقعه النهارده عند سن السنه. يعني انا زرعت يوم الخميس طفلتين، واحده سنه سنتين ونص والثانيه 4 سنوات. ف يعني عند سن السنه ممكن يتم زراعه القوقعه ببلاش يا فندم، ودي حاجه مهمه جدا طبعا. وعايز اقول لحضرتك ان احنا التكنولوجي وصل الى ان احنا اثناء الجراحه بعد ما زرعنا الجهاز قدرنا نسجل الكهرباء اللي واصله للعصب السمعي ومركز المخ، وتاكدنا ان الطفله بتسمع وهي نايمه لسه واخده البنج. فده برضو تكنولوجي بيساعد الله جدا، وبنعرف بيه ان الطفل ده هيستفيد ولا طبعا. لا طبعا. تسلم يا دكتور، ويسلم عقلك وعلمك وايدك وروحك الحقيقه. تسلم شكرا. تسلم يا دكتور. انا الحقيقه عايز انتهز بس الفرصه دي ان انا اقدم شكري الخالص لسياده رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي الحقيقه على دعمه اللامتناهي ل يعني انهاء ظاهره قوائم الانتظار، والشكر ممتد وموصول للدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئه العامه للتامين طبعا. الصحي، والدكتوره مها شعلان مديره التاهيل النفسي والتخاطبي، والدكتور احمد سعد مدير التامين الصحي في المنيا، والدكتور احمد عمر وكل الفريق الجراحي ودكاتره السمعيات والتخاطب الحقيقه في مجهودهم العظيم ان احنا ناهل اطفالنا للمستقبل بتاعهم. لان حضرتك زي ما انت عارف يا استاذ يوسف ان انا ما بسمعش معناها ان انا اقتصاديا شخص غير منتج، معناها ان انا عالة على الدوله بتاعتي. وبالتالي احنا الحقيقه بنصلح من الاساس، من الروتس، من الجذور يعني. صح، بنغير مسار حياته تماما يعني. والله يا دكتور يعني اذا سمحت لي هي بوسه على جبينكم جميعا والله العظيم حقيقي حقيقي. الف شكر ليك يا دكتور علي، انا اتنورت وتشرفت بمكالمتك وبحديثك النهارده. الف شكر الف شكر، ربنا يكتر من امثالك. كل الشكر دكتور علي محروس، استاذ جراحه الاذن وتركيب القوقعه بجامعه لندن والازهر، الطبيب الجراح الذي أجرى هذه العملية. تعالى قبل ما نروح للفاصل وضيفتنا الكريمة، عايز بس أقول لك حاجة، خد بالك من حاجة لطيفة جدا. دكتور عائل قال إيه؟ قال هو ده عمره ما حصل، وآخر حاجة كانت بتحصل يجي من 10-11 سنة إنه الأسرة أهل المريض يعني يدفعوا 45,000. أنت متخيل 45,000 دول من 10 سنين كانوا عاملين إزاي؟ يعني مثلا قول يجي قيمتهم الشرائيه بتاعت 100-120 يعني. تقريبا. كم اسره في مصر بقى يا عيني كانت تقدر تدفع المبلغ ده؟ فلو ما كانوش يقدروا بخ. ما نعرفوش، ما شفناهوش، وكانه مش من بلدنا. ايه يعني؟ مش مهم، عادي. تيجي تقول لي حصل ايه في مصر يعني خلال السبع سنين؟ عمل ايه السيسي في مصر؟ ببساطة فض مصر من فيروس سي. عارف لو دي بس يبقى عمل كتير قوي يا أخي. يا راجل ده أي حد فينا لما أو إذا افترضنا أن ربنا سبحانه وتعالى كرمه بالفلوس وكرمه بالقلب وساعد بني آدم أنه يتعالج ولو بأسبرينة، شوف اتكتبت ازاي. ساعد يعني، مش هقولك اشترى له الاسبرينه، دله على طريق الصيدليه، عرفه على الدكتور اللي وصف له الدواء. شوف اتكتبت ازاي عند ربنا دي. ويفضل الشخص اللي تخلص من الصداع يدعي لك. امال اللي تخلص من فيروس سي ده كم مليون بني ادم يا اخي؟ قال لك عمل ايه؟ عمل ايه؟ عمل ان مفيش طوابير، الناس ما توقفش طابور تتزل عشان خاطر تاخد العلاج. الكرامة الإنسانية، كرامة الإنسان، كرامة الإنسان اللي ما بيقفش في طابور العيش. ارجع ل 2009، اصل احنا بننسى ورحمة ابويا بننسى. 2009 الناس كانت بتتغذى بالمطاوي في طوابير العيش، ولا نسينا بقى؟ جوجل اطلع لك كام حادثه في 2009 بس يا راجل.
يا راجل دي كرامة الإنسان، ياخد لقمة عيشه بكرامته. بلاش بلاش أقول لك، أنا تعالى أنبوبة البوتاجاز اللي كانت بقى إيه بالضرب وبالسب وباللعن ويقف أتخنها تخين على طابور الأنبوبة قدام المستودع من الساعة 4:30 الصبح واقف، إلا بقى لو الراجل بقى مقرش حبتين فبيكلف حارس العقار أو حد من حبايبه، هتروح أنت تجيب لي الحبوبة، الحبوبة إيه؟ هي الأنبوبة الحبوبة فعلا، وهشوفك. بلاش 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 بلاش، أصل بص هو فعلا السيسي ما عملش حاجة يا جماعة، ولا فيروس سي ولا أنبوبة البوتاجاز ولا رغيف العيش ولا الطوابير ولا مستشفيات 5 نجوم بتتعالج فيها ببلاش ولا حاجة. لا هي حدوتة لازم تتحكي مرة واتنين وحلقة واتنين وتلاتة بس، دي حدوتة وطن اهي، دي بقى اللي حدوتة مصرية. الله يديك الصحة يا كينج يا محمد منير، دي حدوتة مصرية، الحكاية حكاية وطن ولازم تاخد حقها، الحدوتة لازم تتحكي من طقطق لسلام عليكم. بس انتظرونا في حلقات قادمة، أما دلوقتي هنروح لفاصل ثم لقاء مع السيدة الفاضلة عهود الشعيبي، سيدة كويتية بين قوسين نقول مصرية، ليه؟ قلبها تعلق ببلدنا فخصصت وقت وافر كبير للترويج لمصر ومعالمها في كل دول الخليج العربي الشقيق، فتجاوزت الفيديوهات 2 مليون مشاهدة، 2 مليون حد محب. انتظرونا بعد الفاصل. بصوا انا هقول لكم على حاجه لطيفه جدا، لانه احنا كان في بينا حديث دلوقتي انا وضيفتنا العزيزه، احكي لكم كل تفاصيله وهنقعد ندردشها مع بعض، بس انا سعيد جدا 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 ان انا اشوف ازاي العرب احنا، خد بالك عشان برضو انا ضد كلمه ايه العرب، لا هو احنا، حتى يجي يقول لك مثلا الاجانب، اقول لهم يا جماعه مفيش حاجه اسمها الاجانب، العرب مش اجانب، ده احنا، ازاي احنا نحب بعض ونفهم بعض وناخد بإيدين بعض، شيء رائع وجميل. فلما تشوف الفاضلة السيدة عهود الشعيبي زي ما حكيت لكم وهي تقعد تعمل فيديوهات على مصر، فتبقى انت قاعد ايه الحلاوة دي، الطعمة دي بالطريقة المصري بتاعتنا دي، روح يا شيخة تسلم ايدك، منورانا. الله يخليك والله، وشكرا لهذه المقدمة الجميلة، واسمح لي بس انتهز هذه الفرصة وأبدأ الحديث بأن أبارك للشرطة المصرية بعيدها 70، وكل عام ومصر ترفل في ثوب الأمن والأمان، وطبعا وفي ظل طبعا حماة الوطن من الشرطة المصرية، كلنا من المحيط للخليج كلنا أمن وأمان يا رب. أكيد جزء من وإحنا بنتكلم قلت لك حضرتك زوجك مصري، قلت لي حب لمصر قبل الزواج. نعم احكي لي. أنا نشأت في بيت بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني شفت أبوي الله يرحمها ناصري قومي عروبي، وأمي الله يرحمها يعني كانت تصل كل ما هو جميل بمصر العظيمة، يعني حتى كان مبدأ الثواب والعقاب والتحفيز للدراسة كان دائما تقول لنا يلا درسوا واجتهدوا علشان نروح مصر علشان نعمل كذا. فأنت عارف ذاكرة الطفل ما تنسى طبعا، فاسم مصر يعني خلاص ارتبط بكل ما هو جميل، بكل ما هو جميل. خليني أزيدك من الشعر بيت ويمكن تضحك وما تصدقني. لا أصدق ونص. أنا أول ما تلقيت الدعوة للاستضافة في البرنامج طبعا كانت حلم، أنا ما كنتش مصدقة أصلا. احنا متشرفين بيكي والله. آه والله تسلم، الشرف لنا. فأول حاجة المعد قال لي انت حتبقي ضيفه على التلفزيون المصري. ماشي حلو، احنا دلوقتي شاتنج. ماشي ماشي
بعدين قال لي انت حتحلي ضيفه على البرنامج ان شاء الله. ماشي ماشي. بعدين يعني لغايه دلوقتي انا ببتسم. ايوه. بعدين قال لي حتكوني بضيافه الاستاذ الاعلامي المعروف يوسف الحسيني. كشرتي على طول. ايه الغلس؟ لا يا هو شوفي هو ما مش كشرت قوي يعني، بس انا لان عارفه حضرتك انا كنت لا 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 مش كشرت بمعنى وحش، بس انا عارفه حضرتك انا مسميه حضرتك تعلب الاعلام يا دين النبي، لان لان حضرتك ما شاء الله يعني محاور يا ستي الله يخليك مفوه والكلمه عندك حاضره ما بتستلفش التعبيرات، انت انسان طبيعي وما شاء الله الكلمه عندك دفق يعني من العقل الى اللسان على طول، فبسم الله ما شاء الله هذه ملكه من الله سبحانه وتعالى لحضرتك. نعم يعني من ربنا سبحانه وتعالى. فديت الرابعه بقى لما قال لي ان اللقاء حيكون في مسبيرو. عارف احساس جميل ده. عارف مسبيرو دي بالنسبه لي ايه؟ والله ما حتصدق. قول يا ستي. شوف فاكر فيلم صغيره على الحب؟ طبعا بتاع سعاد حسني. سعاد حسني ورشدي اباظه. تمام. خبر ابيض. انا طفله لما كنت بتفرج على الفيلم ده. اي. وكنت بشوف سعاد حسني وهي بتنزل بتحاسب التاكس وتروح على مسبيرو عشان تشوف رشدي اباظه. اها. اقسم بالله انا حافظه شكل التابلو والاستوديوهات والكاميرات والنجوم، فارتبط في ذهني مسبيرو الانتيريور بتاع يعني الجمال النجوميه. احنا كلنا كده. اه والله مرتبط بالنسبه لنا مسبيرو. ما انتش قد الحب يا قلبي. أيوة ولا قد حكاياته وبتاع. سمير غانم بقى الله يرحمه بقى ونور الدمرداش العظيم الله يرحمه هو خطيبها بقى وبيحاول يخش. أيوة مسبيرو علشان يطلع بالظبط. ف ده كان الحلم منذ الصغر اني اشوف مسبيرو. ماشي. كبرنا بقى دارت السنين واتجوزنا وفتحنا اليوتيوب شانل. أيوة. وبديت ألف وأصول وأجول في مصر ومسبيرو هنا موجود. ما تنساش دقيت الباب أكثر من مرة إني أشوف لي واسطة يسمحوا لي أدخل مسبيرو. طبعا إحنا نقدر التشديدات الأمنية لها دوافعها وأسبابها وإحنا نحترم القانون، لكن يعني هي في قلبي. المهم بعد ما قفلت في وشي رحت حطيت إكس. الكلام ده السنة اللي فاتت. شوف والله العظيم يا غارس محبة يا حاصد محبة، يا غارس محبة يا حاصد محبة، لما تغرس الخير ما تحصد غير الخير، وعندي ربنا سبحانه وتعالى ما يضيع الخير. طبعا أنا أحب هذا البلد إلى درجة الجنون. أنا بختلف مع بعض المصريين لما نشوف حد يجرح ولا يلمس من بعيد على البلد. حب مصر ملوش جنسية. حب مصر مش لازم أكون مصرية عشان أحب مصر. مصر وطن الأوطان. مصر هي البلد الوحيد بالعالم اللي تسيب بلادك وتروح تقعد فيها ما تحس إنك غريب، ما تحس إنك أصلا سبت بلدك. أنا لي أحباب في مصر هني أكثر من الكويت بلدي. أنت بتقول إيه؟ ده شعر يا جماعة. طب أنا لا والله أنا بتكلم بجد. أنا بتكلم بجد. بتحب الفوازير؟ نعم. نيلي وشريهان والحاجات دي. بقول لك احنا مسبيرو بالنسبه لي. بتحبي المسلسلات المصري كله محفوظ كل ده بقى؟ اه مش بس اتصور جوه مسبيرو. not only but also في هذا الاستوديو العظيم. ايوه الاستوديو اللي احنا فيه ده. أيوة. هو ده اللي اتعملت فيه الفوازير بتاعت يا سلام. الفوازير شريهان. اه ما انا جايه لك والمسلسلات. انا وانا داخل وبيقولوا لي يوسف البرنامج بتاع التاسعه في الاستوديو ده، فقلت لهم هو ده الاستوديو اللي كان بيخشه فلان وعلان وفلان. انا اشتغلت في مسبيرو من سنه 98، فاول دخله قلبي بيدق. تخيلي بقى وانا 47 سنه، لا كنت السنه اللي فاتت بقى 46 سنه، فجاي وقال لي ده الاستوديو اللي اتعمل منه كل المبهرات. وكاني ببدا من اول جديد. حقك. وبس طبعا مش بس الفنانين، الادباء، العلماء، صح، الازاهره. مسبيرو ده is a great value, a great meaning. صح. It's more than a firm. It's more than a job to be done. مسبيرو ده أنا بسميه عشرة العمر. ده حتة مننا. أنا بتكلم وأنا كويتية، فما بالك أنت يا مصريين.
هو على ما يبدو انه اخواتنا اللي موجودين حوالينا حاسين قوي بقيمه، اصل ساعات كتير بقى الحاجه في ايدك وانت مش حاسس بيها. أوه. واللي حواليك يقول لك الله ايه كذا ده ايه كذا ده، فقد كده انت بتقولي لي شعر، فانا هستاذنك نكمل كلامنا بعد فاصل قصير كما جرت العاده، نعود مره تانيه لضيفتنا العزيزه. يعني كويتية بس دي مفعمة بمصر يا أخي، السيدة عهود الشعيبي. تسلم. استنونا لو سمحت. عايزة تكملي حكاية مسبيرو؟ انا كنت هقعد اقول لك كملي لي الفيديوهات واختياراتك، بس قولي لي كملي حكايه مسبيرو. لا ولا حاجه، قبل ما نخرج من الفاصل فبس حبيت اختم حكايه مسبيرو معايا انا شخصيا يعني. فبقول لك بعد ما سبحان الله قفلت معايا وقلت خلاص يعني انا مش هكلم حد في الموضوع ولا هطلب حد يدخلني مسبيرو دي. شوف الدور السنه وانا كملت طريقي مع قناتي وبصور وزي الفل عادي، حلم يفوت ولا حد يموت زي ما بيقولوا. شوف ودارت السنة واحنا دلوقتي بأول السنة الجديدة. صح. شوف ربنا سبحانه وتعالى. يشاء العلي القدير. شوف ربنا سبحانه وتعالى. لما يكرم البني آدم. شوف. عشان في حالة إخلاص. مسبيرو مسبيرو هي اللي تطلبني. ومسبيرو تفتح بواباتها. ومسبيرو هي اللي بتقول لي يا هلا وسهلا. ده إيه الهنا اللي أنا فيه ده. والله العظيم انت ما تتصور انا بعيش حلم كبير والله. لا يا زيتي ولا حلم ولا حاجه، حقيقه ده انت منورانا ومشرفانا. تسلم. احكي لي بقى الحدوته جت معاكي ازاي انك تقعدي تصوري في فيديوهات وتعملي القناه بتاعتك على يوتيوب وتحطي عليها الحاجات، في حاجات بالمناسبه ما راحهاش ثلاث ارباع المصريين، يعني جبال الملح في بورسعيد والحاجات زي كده في ناس كتير ما راحتهاش. فانت عرفتي كمان المصريين ببلدهم اكتر واكتر. احكي لي الحدوته دي. والله شوف يولد الابداع من رحم الحب. حلو. انا بحب مصر وبشوفها بقلبي مش بعناية بس. علشان كده الناس دايما معتبراني مثاليه زياده عن اللزوم. الموضوع مش موضوع مثاليه، انتوا علمتونا اللي بيحب حد بيحبه بعبله بكل ما فيه بالكويس والوحش اللي فيه، وعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوية. أنا بحب البلد أبص للوحش ليه، أشحن الناس سلبية ليه، أحط العدسة وأبص للحاجات الوحشة وأقول بص، حتى لو كان عندي انتقاد أتجمل وأنا بقوله للبشر، خلي الناس تفتكرني بالصورة الحلوة. أنا ليه أكون مصدر إزعاج للناس؟ ما خليني مصر اسعد ليهم، ومصر فيها ما يسعد الكثير. اقول لك حاجه واسمح لي انا اللي اسالك السؤال ده. ارجوك. لو وقفتك قدام بستان وسالتك انت شايف ايه هتقول لي ايه؟ اقول لك شايف الشجر والورد والزهور والثمار والخضره ده طبيعي. ممكن تجيب حد يقول لك لو عملت كده بين الزرع هتشوف الحشرات. يكرم السامع. فالحياة من منظورك أنت لها وليس كما تبدو لك. أنت اللي تختار تبص لإيه، وأنا اخترت أبص للجمال وأكون مصدر للإسعاد وابتديت أتحرك. المشكلة اللي أنا واقعة فيها اليوم إن أنا كل ما أظن أني خلاص بدأت أحصر مصر بقى، خلاص أنا شفت محافظات كتير وكلها كم محافظة وخلص بقى وارتاح بقى، أنا بحس إن مصر بتمط معي. بتكبر معايا اماكن كتير ما لا تفرد. خاصه مع طبعا الكباري والانفاق فبتحس الحضارة. فبتحس نعم بقول لك متحف الحضاره اللي مصوراه فبتحس عارف الفيديو بتاع متحف الحضاره. انا قصدت اخرج من بيتنا بالتجمع واخد الدائري واخد الوصل اللي بتطلعك على مدينه الفسطاط متحف الحضاره دايركت. لا اشاره لا زحمه لا كلكسات لا تلوث، بص طريق واحد ولو وقفت عند اشاره
أنا قصدت تصور طريق من أوله. شوف الطريق، ها مين يصدق أن ده؟ بصي منظورك. آه أنا خدت طريق وصلني من التجمع على متحف الحضارة، ولا إشارة ولا زحمة ولا تلوث. بصي منظورك. أنا هنا أقعد أفكر، أما الأولاد إيه اللذين التانيين اللي يقعد يقولك أصل بقى وأنا ماشي على الكوبري. أيوة. كان في كزوزة بتاعت حاجة ساقعة، تعرف كزوزة ولا لأ؟ آه اللي هي غطى الحاجة ده، أنا محطوطة كده فراحت. إذا ربنا سبحانه وتعالى مطلع الشمس وبتسألهم بتقولهم شايفين الشمس، بيقول لك لا الدنيا مظلمة. ده تتكلم معاه إيه؟ تقول له إيه؟ لا ما هو ده اللي تقول له إيه، بص الشمس وإشراقها يقول لك ما هتغرب تاني والدنيا هتظلم. آه إيه يا عم يعني في إيه؟ لا آه هي كده مظلمة معاهم على طول. لا إله إلا الله، حاجة غريبة جدا. عفان الله والله. ال- 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 رد الفعل على الفيديوهات دي كان عامل ازاي؟ يعني لما بتيجي مثلا تشوفي اصدقائك وقرايبك في الكويت بتسافري وبترجعي، في السعوديه في الامارات الى اخره، تبقى ردود الافعال عامله ازاي لما حد فيهم من اصدقائك بيشوفك وبيتكلم معاك؟ دايما في ذهول، لان للاسف دايما حاصرين مصر بالقاهره. شوف بفضل الله سبحانه وتعالى، انا ما بحبش اقول انا 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 كتير، لكن اللي حاب يصدق يعني يتفضل يشوف القناة ويشوف الفيديوهات اللي فيها. دي في بورسعيد اللي أنا شايفه ده صح؟ دي بورسعيد. أيوة ده من بورسعيد. أيوة. حضرتك بفضل الله سبحانه وتعالى أنا أول وحدة اتمشيت في الريف المصري ولفت الانتباه إلى أن الريف المصري جزء من السياحة المصرية. واحد. اثنين، أنا أول وحدة زارت العاصمة الإدارية وصورت فيديو حصد 2 مليون مشاهدة. فيديو فندق الماسة. نعم فندق الماسة اللي أنا بكيت فيه. ليه؟ يا فندم أنا الفيديو ده كله ما بتشوفه ببكي لغاية دلوقتي. ليه طيب؟ أنت مصورة حاجات حلوة أوي. مصر ما بتسهل اللي بيحصل لها والله. مصر تعبت والمصريين تعبوا كتير. أنا اللي دخلني تويتر في ثورة يناير 2011 خوفي على البلد دي. أنا في يوم من الأيام راحت بلدي وأنا نايمة على سريري. وأنا نايمة على سريري وربنا نجى. ماشي. وإحنا من المرابطين على أرض الوطن، ما طلعنا. يا رب دايما. ماشي. ويحفظ الوطن. آمين. يحفظنا ويحفظكم، يحفظ أمة العرب أجمعين، يوحد كلمتهم ويوحد صفهم. آمين يا رب. آمين. لازم يعرفون إن إحنا من غير بعض ما نسوى، لازم نكون إيد واحدة. لازم نتاكل. نرجع إيد واحدة نتاكل لو تفتتنا. إحنا نتاكل. كشعوب ما عندنا مشكلة والله، إحنا بنحب بعض والله. هذا بلدكم نموذج مصغر للأمة العربية. عايش السوداني، عايش السوري، اللبناني عايش، الكويتي عايش، السعودي عايش، العماني عايش. مصر أمة عربية في بلد واحد على الأرض، نموذج ناجح اهو. طب ما نطبق. عارفه احنا دايما عندنا كده جمله انت اكيد عارفاها بقى، مصر منوره باهلها. لما بيجي اي حد يسالنا نقول لنا مين اهلها، اللي هو احنا يعني اللي معانا الباسبور الاخضر المصري، فان احنا بيبقى ردنا اهلها يعني اللي عايشين عليها. فاحنا بالنسبه لنا اهلا وسهلا. يا سلام. البلد منوره. احنا سلام. بنبقى فرحانين والله. انا العظيم. والله انت هتقول لي. كنت بحكي لك بقول لك فرحت فرحه بمسلسل دفعه القاهره. أيوة. الله ده اجمل مسلسل شفته في حياتي. ليه؟ عشان بيعرف الاجيال الصغيره بينا، او بيعرفنا باهالينا الدفعه الاولى اللي جت من الكويت الجميله دي، لان انا بحب اصل الكويت بالمناسبه جدا. تسلم. انا سافرت مرتين بس انا فعلا بحبها. تسلم. فوالله العظيم ويعرفنا احنا كمان باهالينا الدفعه الاولى اللي جت جامعه القاهره، وتقعد تشوف الشخصيات والناس وبتفكر ازاي وحاجات زي كده. لا انتوا عندكم مجلس امه مذهل. مذهل. ده حديث في السياسه هنبقى نتكلم. أيوة فيه بعدين. خلينا فرحانين ومبسوطين. انا فرحان ومبسوط جدا بوجودك معانا. تسلم. بارك الله. وبانك جيتي نورتينا في ماسبيرو. تسلم. اللي زي ما بتحبيه اكيد بيحبك جدا. ونورتينا في هذا الاستوديو العريق. تسلم. بارك الله فيك. ونورتي برنامجنا حقيقي. تسلم. والله احنا اللي تشرفنا، والله العظيم يعني كملت سعادتي والله. لا والله ده احنا اللي كملت سعادتنا. تسلم. واحنا نعتبر دايما انه كل الكويت نورتنا النهارده في التاسعه. يا بعد عمري. تسلم. والله بجد والله حقيقي. انا حابه اقول عاشت مصر لشعبها وعاشت مصر للي بيحبها. عايشة. وبنحبك يا مصر العربية. يا ام الدنيا. انا مش عارفه اي كاميرا بتصورني اهي،
بحبك يا مصر يا أم الدنيا، وربنا يديمك نعمة علينا يا رب العالمين. تحيا مصر، تحيا مصر، وتحيا الأمة العربية. آمين يا رب العالمين. يا رب. شكرا، نورتينا وشرفتينا يا فندم، وأكيد أكيد هنلتقي بعد كده كتير إن شاء الله، إلى أن نلتقي في الكويت الجميلة قريبا إن شاء الله. بإذن الله سبحانه وتعالى. بإذن الله، فرصة سعيدة. أنا أسعد، ربنا يخليك. كل شكر لحضرتك، حياكم الله. خلونا نستأذن في فاصل، نعود بعد الفاصل مع أسرة الشهيد المقدم عبد الرحمن عادل. هنقابل زوجته سيدة سلافة إمام اللي تم تكريمها النهاردة بحفل عيد الشرطة، ولاده كندة، ليان، ويونس. استنونا بعد الفاصل. اسم الشهيد مقدم عبد الرحمن عادل عبد الرحمن عبده، تتسلم الوسام أرملة الشهيد السيدة سلافة إمام إبراهيم. هقول لكم على حاجة لطيفة. أجمل حاجة في الفقرة دي إنه الفقرة دي إحنا قاعدين عمالين بنضحك من ساعة ما دخلنا، طبعا بسبب يونس عمل لنا أيوة هاتوه هو بيشاور. يونس بالذات عامل قلبان في الاستوديو من ساعة ما دخلنا، وبعدين مامته قاعدة عمالة تقول له اقعد ساكت، عمالة تديله في تحذيرات. خلونا الأول نرحب بمدام سلاف، منورانا. نورك. ازي حضرتك؟ الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. ازيك يا يونس؟ الحمد لله. اعدل الكاب يا يونس، ابوس ايدك يا يونس. اعدل الكاب يا عم يونس عشان خاطر النبي يا شيخ. ايوه هو كده قمر. كندا ازيك؟ الحمد لله. كله تمام؟ اه الحمد لله. ليان بصيت لي بصه اللي هو بتاعت وانا، انت مش هتسلم عليا ولا ايه؟ ازيك يا ليان؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. انا عايز اعرف بقى، كندا عندها كام سنه؟ ايه؟ وليان؟ لا خمس سنين. عندها خمس سنين. عندها خمس سنين ازاي؟ هو عنده حكى عليا. انت عندك قد ايه؟ ستة. ستة؟ يعني هي عندها خمسة وانت عندك ستة؟ يعني انت اكبر منها؟ تضحك عليا صح؟ هو عنده فايف اصلا. هو عنده فايف. وهي تمانية؟ وايت؟ لا لا وسكس. لا خمسة ونص. ونص؟ ونص بالضبط؟ ولا ونص حتة كمان؟ خليني النبي تخليها على راحتك. هيقع. هو الراجل ده شقي على طول كده؟ على طول. جدا. السنان ضايعة خالص بالوقعة. جدا. دي صورة البطل. تمام. وأنا شايف كندا كل شوية تروح واخدة الصورة كده ومقرباها وتروح عدلاها وارتباط حقيقي. أنتوا عارفين إن بابا واحد من أعظم وأجمل وأهم أبطالنا ولا لأ؟ عارفين؟ اه. متأكدين؟ اه. صح؟ اه. تحيا مصر جدا. اه. ايوه بالظبط كده، هم قالوا لي كل شويه اما تيجي الصوره قول لنا احنا فين عشان هنعمل باي باي للصوره بتاعتنا. وليان طبعا مش عتقان. خليني الاول اسال بقى، الميداليات؟ ايوه دي صوره الشهيد المقدم عبد الرحمن عادل، وده يونس عبد الرحمن عادل. خدوا راحتكم جدا يا جماعه، والنبي ما تكتفيهم. اصل انا بحب الاطفال. هم تقريبا مش واخدين بالهم منهم. لا لا خلاص بقول لهم عايزينه كله. انا عايز بقى اعرف ايه حكايه الميداليات دي، اديني بس عنها فكره بسيطه. هو دي ميداليات بطولات جمهوريه بتاعت الجمباز تحت 7 وتحت 8، وهي دلوقتي هتلعب تحت 9. دي كندا. دي كندا. وكان وليان تحت لعبت تحت 6 بس كانت بطوله منطقه. جمباز برضه. اه ولسه لعبه من تقريبا من 10 ايام كده بطوله تحت 7. ما شاء الله. اه وطبعا يونس قال لي انا بلعب تحت 10. انت هو لسه في الاول، هو بيلعب فعلا جمباز بس ما فيش بطولات دلوقتي. تضرب اعمار على طول.
بدأ يلعب هو كمان جمباز؟ اه بلعب، هما من 3 سنين الجمباز، 3 سنين لازم يبداوا يلعبوا، فكلهم بقى من اول 3 سنين بيلعبوا. ما حسيتيش ان حد فيهم عنده ميول رياضيه ثانيه غير الجمباز؟ هو يونس شويه كوره بس انا لسه بقى بكتشف يعني. بتفكري كندا؟ وانا شويه باليه. وانت شويه باليه؟ انا بنتي بتلعب باليه عشان تبقي عارفه، بس بنتي اكبر منك شويتين. باليه وجمباز في نفس الوقت ده هيبقى مفيد جدا. جدا. وفي نفس الوقت الاثنين. ايوه ينفع. ينفع جدا. عارف البيروت؟ ايوه عارف البيروت. باليه؟ مش قوي بقى كده، ممكن لازم استدعي بنتي تيجي تقعد جنبي هنا تحكي لي الحدوته دي. الشطات؟ لا انا مش متخصص، أيوة انا مجرد لا. ابوها مش انا المدرب خالص. مش متخيله، بس انا بنتي كبيره بقى 16. قولوا لي بقى انت خدتي كام ميداليه يا كندا لحد دلوقتي؟ 4 4 انتوا اجانب ولا ايه؟ كل شويه يقول لك عندك كام ميداليه، تقول لي 8 وبعدين 4. عندي 10 ميداليات. انت عندك 10 ميداليات؟ لا كلهم خدت فيهم بطولات؟ كلهم؟ ده عنده زيرو. انا متاكد. ليه؟ ده هيبقى بطل. انا بقى تو. وانت تو؟ تو طبعا. ده شيء رائع. شو انا بقى كام؟ 4. وانت 4. مامي مامي هو وش بابا مقفول هنا ليه؟ لا هقول لك انا اشرح لك بقى يا ستي. لا وش بابي مش مقسوم ولا حاجه. بص يا ستي، السكرين او الشاشه اللي احنا شايفينها دي متقسمه. بصي هتلاقي 1 2 3 4، فهتلاقي اي صوره اي فيديو هتلاقيه متقسم على 4. لو احنا خدنا الصوره دي، تعالوا نجرب يا جماعه، ونحط الصورة هنا، هتلاقي الصورة هنا اهو طالعة على بعضها. كاملة. هتلاقيها طالعة على بعضها. يلا ممكن نجرب. يلا عايزة نجرب؟ اه. طب بصي اهي، انت هنا في السكرين اللي قدامنا دي شايفين هنا؟ ادي كده ايه؟ مش متقسمة خالص اهي. وهنا متقسمة. حلو؟ طيب وبعد شوية هتيجي هنا هتلاقي الصورة كاملة. بصي 1 2 3 اهي. واو. واو فعلا. هما بيعملوا على شاشه واحده بس. بنعملها على كل. بصي حواليكي، بصي هقول لك حاجه، هتلاقي بابا هنا وهتلاقي بابا هنا ويا بابا هنا وهتلاقي بابا هنا اصغر شويه. ليه مفيش هناك بابا؟ هناك دايما موجود هنا. انا هنا بقى عايز اسال مدام سلافي. ممكن بابا يبقى هنا طبعا عشان تبقى عارف يعني هو بابا موجود معانا على طول. هو ده يمكن السؤال، هم عارفين بابا عمل ايه؟ اكيد اكيد طبعا، حاسين بالدور اللي باباهم قام بيه، عشان هو بطل ضحى بنفسه عشان مصر، ومصر تستاهل احسن حاجه ان احنا كلنا نضحي بنفسنا عشان مصر. يعني ده اول لقاء تلفزيوني مع حضرتك؟ لا ما مع حضرتك. أكيد. لكن بشكل عام ولا طلعتوا في لقاءات قبل كده؟ لا كان في لقاء قبل كده، عشان انا حاسس انكم كلكم قلقانين هم لا حضرتك اكتر حد شايل الهم وقاعد عمال يونس كأم بطبيعه الحال. بس يا يونس لا ما اكيد عشان يونس لو سبته شويه لا خليه ينطلق. النهارده الحضور بتاع حضرتك وحضور كندا وليان ويونس ويونس ايوه للتكريم النهارده، كنت شايفاه ازاي او بتعتبريه ايه؟ عمل عظيم طبعا، ده حاجه يعني انا حسيت احساس جميل جدا في التكريم. يعني سياده الرئيس حاجه كبيره طبعا، شرف ليا ان انا اتقابل معاه وان هو يكرمنا ويكرم الاولاد. ده عمل عظيم وطني، حاجه وطنيه يعني مما لا شك فيه. يونس انت عشان تبقى عارف يعني، انت عملت لي اصعب لقاء تلفزيوني في حياتي. انا بقالي يجي 24 سنه يا يونس مش عارف اسال سؤال. يا يونس سؤال، قول لي بقى. انا خدت بالي ان رئيس الجمهوريه قال لك حاجه. قال لك ايه؟ قال له سيب. قال له سيب ايه؟ كان ماسك، كنت ماسك في ايده جامد؟ كان ماسك في البتاع جامد، قال له سيبه في الاخر. سيب بس عشان اعرف اتحرك. انت على طول بتتشقى؟ على طول على طول؟ ما اسمعش الكلام ولا ايه يا ليان؟ قولي. انا وليك باك ضايف؟ لا نو. تقوليلي باك ضايف دلوقتي واحنا على الهواء؟ انا خايف عليك، اصل الارض هنا برضو مش صبحة ولا ايه؟ مش طالعه احنا مروحه. لا نو. بس بص احنا مره هم الباليه يونس. خلينا المرة دي ما نعملش باليه واحنا في الحلقة النهاردة، ما نعملش جمباز، يمكن نعمل ده مرة تانية.
بس عشان ليه بقى؟ انتوا عارفين انتوا بتلعبوا بقى الرياضه دي بتبقى الارض مختلفه، وحتى الكوره انت محتاج نجيله، محتاج ترتان الى اخره. الهدف ايه هو؟ الهدف هو الحقيقه يمكن النهارده انه حضراتكم الاربعه تفضلوا دايما موجودين خالدين في ذهن الكل، انه تكريم المقدم عبد الرحمن عادل وتكريم حضرتك والتلت لقالق التلت جواهر الحلوين دول يفضل دايما موجود محفور، محطوط بقى على يوتيوب ومحطوط على جوجل الى اخره، عشان في يوم من الايام هم هيكبروا وهيبقوا اهدى من كده كتير انا متاكد، بس هيبقوا شايفين قد ايه البلد حبت احترمت قدرت باباهم، وقد ايه البلد كمان حباكوا وسعد بحضراتكم جدا، وسعد باللي بتربي ولاد البطل وهتطلعهم ثلاث ابطال، والله انا متاكد من ذلك. شكرا لحضرتك. هتطلعي ظابط بجد؟ اوكي ده كلام جد؟ جد. لو انا عايش هستضيفك بقى وانتي ظابط، لان انا ساعتها هبقى عجوز جدا يا ليان، جدا كده. هتطلعي ايه؟ ظابط. برضو يونس ظابط. انت ظابط من دلوقتي يا يونس، انت لابس الرانك بتاعك والردة وكده تمام التمام، وانت كمان اول ايه؟ ده كله لابس الرتب. اطلع امي بتاع كانت في كتفي هو كان متدهر وقعت. تعظيم سلام يا يونس. تعظيم سلام ليان. تعظيم سلام. نورتونا وشرفتونا مدام سلاف، انا حقيقي كنت متشرف وسعيد بوجودك معانا. صحيح يونس ما خليناش نعرف نتكلم كفايه، بس زي ما يقولوا كده الجايات اكتر من الرايحات. ربنا يخليه لكم، وربنا يخلي لكم دايما اسم الشهيد البطل المقدم عبد الرحمن عادل. شكرا لحضرتك. ويقويكي على ثلاث ابطال. ايوه بس يونس يا ربي اعمل ايه؟ يونس تعبني جدا معاه. هي خلصت الحلقه لحد كده، احنا هنختم بسرعه علشان زميلنا كريم هيبقى داخل. ونورتونا وشرفتونا جدا جدا جدا. نشوفكم ان شاء الله بكره لو كلنا العمر وبرنامجكم التاسعه. سلامات.